بمناسبة اليوم العالمي للبريد، نهنئ كافة عمال بريد الجزائر، خاصة أني كنت عاملة سابقة ببريد الجزائر وحاليا رئيسة لجنة الإعلام والاتصال. نهنئ كافة العمال، عيدكم كل عام وأنتم بخير، مزيد من النجاح والتفوق لبريد الجزائر، مؤسسة بريد الجزائر. نتمنى لهم التوفيق. بهذه المناسبة قامت مديرية بريد الجزائر بوضع معرض للطوابع البريدية، حيث اكتشفتي أن الطوابع كانت البريدية حاليا والطوابع البريدية المعاصرة والقديمة يعني تاع الماضي. نعم. واكتشفتي النقود أو العملة. العملة النقدية القديمة. يعني أنت ما تعاملتيش بها. ما تعاملتش بالعملة النقدية القديمة. شكرا، كل عام وأنتم بخير. ونتمنى لكم التوفيق لكافة عمال بريد الجزائر وزملائي خاصة وكل عمال البريد. شكرا.